السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم طريقة شلون تشبك السماعة اللي ما يدعم جهاز بي اس 4. طبعا محتاج بس خيط الشاحن وصلت اليو اس بي، بس يعني دائما راح تكون موجودة هاي في كل مكان. طبعا اول شيء راح نشبك اليدة، تشغيل عادي يعني تشبكها باي حساب. طبعا اول شيء راح نفرجيكم انه جهاز بي اس 4 لا يدعم هذه السماعة. راح نشغلها، طبعا نشغل عندي لما تضغط مطولا عليها هون على الكبسه اللي تشغل هذه وتوضي هون وتشغل. طبعا نروح للاعدادات ونروح الاجهزه. وين الاجهزه؟ هذه الاجهزه، اجهزه بلوتوث ما تظهر اصلا، ها بس اليدات ما تظهر اصلا، او هي ظهرت راح يقول لك ان جهاز بي اس 4 ما يدعمها. أجهزة صوت بلوتوث غير مدعومة بواسطة جهاز بي اس 4 موافق. هاي شفتوا بعينكم، طبعا اغلب الأجهزة ما تظهر. طبعا نروح لجهاز البي اس 4، هذه خيط الشاحن عادي، هذا تبع البلاي ستيشن الأصلي، نوصله هون بهذه، وهاي الوصلة اللي بتفوت بالتلفون هاي، ها نحطها. هاي مدخل يو اس بي هون بالسماعة، رايحين نحطه السماعة فيها. طبعا شو تسوي؟ تشغل السماعة وتوصل خيط الشاحن تشتغل. دقيقة راح نفصله ونفرجيكو. ها تشغل السماعة تصير تضوي وتوصل خيط الشاحن، شوف شو شلون اشتغلت. طبعا الاعدادات انا مزبط الاعدادات من اول. طبعا الاعدادات انه تحط الصوت كامل يطلع من السماعة، او يطلع صوت المحادثة من السماعة وصوت العادي من التلفاز. هسا السماعة خلاص سماعة الرأس، يا بتحط صوت المحادثة او كل ملفات الصوت. اذا كانت محيطية بنصحك تحط كل ملفات الصوت، اما اذا كانت سماعة واحدة تحط صوت المحادثة. طبعا انا افضل كل ملفات الصوت عشان يعني تغطي اللعبة كاملة. وبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وزر لايك، تدعمونا بتعليق هيك على زوجكو، ولا تنسى تشترك، اهم شيء تشترك وتفعل زر الجرس دعمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.